السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. فرنسا تتأهل للمباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 بعد مباراة قوية جدا أمام المنتخب البلجيكي. المباراة انتهت 1-0 وصاحب الهدف هو صامويل أومتيتي لاعب نادي برشلونة. مباراة أكيد كلنا تابعناها وشفنا أحداثها. بلجيكا منتخب محترم، منتخب جيل يستحق أنه يكون موجود في المربع الذهبي للبطولة، لكن الحظ والتوفيق ما خدمش المنتخب البلجيكي، لكنه كان واقف بشدة مع المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسا يعني بيصعد للنهائي الثاني مع ديشامب. ديدييه ديشامب صعد نهائي يورو الأخير، خسر أمام البرتغال في المباراة النهائية، لكن هل الحظ وهل القدر كان شايله أنه يتم تعويضه في نهائي 2018 علشان يرفع اللاعب أو يرفع الكاس كلاعب ومدرب؟ مباراة تبقى صعبة جدا. الفائز من إنجلترا وكرواتيا هيلاقي المنتخب الفرنسي يوم الحد الساعة 5 بتوقيت القاهرة. يعني أحداث المباراة، يمكن ديشامب عنده طريقة لعب معينة ما غيرهاش. ديشامب دايما من المدربين اللي بيتمسكوا بالتكتيك، اللي دايما بيتمسكوا بطريقة اللعب وطريقة الأداء اللي احنا تابعناها في المباراة. لو شفنا إحصائيات المباراة هيبان من الكلام اللي أنا بقوله إن منتخب بلجيكا كان المستحوذ، هو اللي كان ضاغط على منتخب فرنسا. منتخب فرنسا كان بيعتمد على سرعاته في الهجمات المرتدة. كمان بعد ما فرنسا أحرزت هدفها الأول دفعت أكتر من مكانة النتيجة 0-0 أو تعادل سلبي. بلجيكا استحواذ 60% مقابل فرنسا 40%، فواضح الاستحواذ عليه منتخب بلجيكا. لكن عايز أقول لحضراتكم إن الهجمات المرتدة للمنتخب الفرنسي كانت خطرة جدا جدا جدا. يعني على سبيل المثال، لما احنا نقول 60% لمنتخب بلجيكا نسبة الاستحواذ، في إحصائية هطلعها لحضراتكم من الرقم ده، وكمان 40% لمنتخب فرنسا نسبة الاستحواذ. لكن لو جينا بصينا على الهجمات الخطرة لكل فريق من نسبة الاستحواذ، هنلاقي ان منتخب بلجيكا 19% من الاستحواذ اللي هو قيمته 60% مقابل فرنسا 20%. ففرنسا استحواذها اقل من بلجيكا، لكن هجماتها اخطر من المنتخب البلجيكي. وده اللي احنا اتكلمنا عليه، ان ديشامب عنده وجهه نظر فنيه، واكيد طبعا يعني تالق الحارس البلجيكي لاعب نادي تشيلسي كورتوا كان سبب في خروج المباراه بهدف واحد فقط لا غير. لوكاكو كان رقابه لصيقه من أومتيتي وفاران، وبالتالي لوكاكو معرفش يستخدم القوة البدنية ولا القوة المهارية اللي موجودة عنده في مباراة اليوم. وبالتالي لوكاكو كان أقرب واحد أنه ينافس هاري كين على لقب الهداف، لكن لوكاكو بيخرج وهاري كين عنده مباراة بكرة أمام، طبعا لسه في مباراة الثالث والرابع للمنتخب البلجيكي، لكن بنتكلم على أن هاري كين 6 أهداف ولوكاكو عنده 4 أهداف على ما أعتقد. وبالتالي لوكاكو كان يطمع في الوصول للنهائي والمنافسة على لقب الهداف. هاري كين لسه عنده مباراة بكرة، ولو صعد المباراة النهائية، لو ما صعدش هيلعب على الثالث والرابع. لكن زي ما بتكلم مع حضراتكم في الإحصائيات والأرقام، يعني لو هنبص على بعض أيضا الإحصائيات والأرقام اللي احنا نتكلم عليها الخاصة بالمباراة، إن عدد التصويبات على المرمى، منتخب فرنسا عنده 5 تصويبات مقابل 3 للمنتخب البلجيكي. أما التصويبات خارج الـ3 خشبات للمنتخب البلجيكي 5 مقابل 8 للمنتخب الفرنسي. عدد الضربات الركنية 5 لبلجيكا 4 لفرنسا. الضربات الحرة 6 للمنتخب البلجيكي مقابل 17 للمنتخب الفرنسي. أما عدد التمريرات المكتملة، وده رقم
يعني مش شرط يكون الفريق محقق رقم كبير علشان خاطر يكون هو الفائز او هو صاحب الرياده في المباراه. شفنا منتخب اسبانيا خرج من دور 16 لكنه عنده اكبر عدد من التمريرات في البطوله لحد دلوقتي، 3120 تمريره عدد تمريرات المنتخب الاسباني في اربع مباريات، منهم مباراه كان فيها وقت اضافي هي مباراه روسيا. وبالتالي بلجيكا باصت او عدد تمريراتها في المباراه 565 تمريره مقابل لفرنسا 294 تمريره، النص تقريبا. لكن استحواذ سلبي للمنتخب البلجيكي، الهجمات اقل من المنتخب الفرنسي. منتخب فرنسا عرف ان هو يخرج من المباراه بصعود للمباراه النهائيه بعدم اللجوء الى وقت اضافي، بالتالي يحصل اجهاد للاعبين قبل مباراه مهمه هي المباراه النهائيه، وفي نفس الوقت بدون اي اصابات، ودي مهمه جدا جدا لاي مدير فني قبل مباراه مهمه زي المباراه النهائيه لبطوله كاس العالم 2018. بالمناسبه منتخب فرنسا هو اغلى منتخب موجود او اغلى تشكيله موجوده في البطوله، 1,200,000,000 يورو عدد قيمة التسويقية أو قيمة السكواد أو اللعيبة اللي موجودة مع منتخب فرنسا. وبالتالي بنتكلم على لعيبة أكيد على أعلى مستوى، بنتكلم على قلبي دفاع برشلونة وريال مدريد، بنتكلم على امبابي واحد من أكتر اللعيبة اللي عندها سرعة وعندها مهارة وكمان عنده 19 سنة لسه قدامه المستقبل كبير جدا، يمكن تاني لاعب أو تاني أصغر لاعب في تاريخ المونديال يسجل أهداف بعد الأسطورة بيليه. لو توج بالبطولة أو يوم الأحد لو فرنسا كسبت باللقب، أعتقد هيبقى إنجاز يعني تاريخي لإمبابي. وزي ما قلت لحضراتكم كان بيليه فقط هو صاحب الإنجاز الوحيد كمشاركة في كأس العالم وأيضا إحراز أهداف. وبالتالي لسه هنشوف بقى يوم الأحد هل فرنسا هتواجه إنجلترا. مباراة بكرة إن شاء الله الساعة 8 بتوقيت القاهرة ما بين كرواتيا وما بين المنتخب الإنجليزي، مباراة قوية جدا هنتكلم عليها وهنتكلم فيها أيضا كده في شوية نقط سريعة. منتخب إنجلترا منتخب أعماره كلها صغيرة في السن، عنده مدير فني أنا شايف إن هو ناجح في اللي كتير جدا من النجوم فشلوا فيه. فابيو كابيلو فشل مع المنتخب الإنجليزي في الوصول للي وصل له ساوث جيت، إريكسون فشل في اللي وصل له ساوث جيت جه بالصدفه بعد سام الاردايس والقضيه الكبيره اللي كان فيها تلاعب بالنتائج في الدوري الانجليزي. وبالتالي ساوث جيت جه صدفه، وكمان جه كان في علاقه متوتره بينه وبين الجمهور، وده بسبب مباراه انجلترا والمانيا الشهيره في 96 في اليورو اللي انتهت بضربات الجزاء 4-3، وكان صاحب اخر ركله جزاء ضايعه للمنتخب الانجليزي هو ساوث جيت المدير الفني للمنتخب الانجليزي الحالي. عمل انجازين، صعد بانجلترا بعد 28 سنه قبل نهائي بطوله كاس العالم، اخر مره كانت في سنه 90 ايضا خرجوا امام المانيا بركلات الترجيح، وفي نفس الوقت نجح في اللي كتير جدا ان هم يوصلوا له كمان بالاجيال. يعني بنتكلم على جيل لامبرد وجيرارد وفيرديناند وروني وبيكهام، ما عرفوش يوصلوا للجيل الحالي اللي هو معدل اعماره، يعني بنتكلم على حارس مرمى بيكفورد عنده 24 سنة وعدد مبارياته الدولية 8، فبالتالي بنتكلم على معدل أعمار صغير جدا، خبرة دولية صغيرة، فبالتالي عندهم طموح عالي جدا مع المنتخب. بنتكلم على ديلي ألي 22 سنة، بنتكلم على رحيم ستيرلينج 25 سنة، بنتكلم على هاري كين 26 سنة أو 25 سنة هداف البطولة من هداف الدوري الإنجليزي، وبالتالي عنده لعيبة. أعتقد أن بيب جوارديولا كمان ليه دور كبير جدا في الكرة الإنجليزية، مش صدفة الصراحة، يعني في ناس تقول صدفة وفي ناس تقول أنا بتكلم على 2010 لما كان موجود مع برشلونة ومنتخب أسبانيا، طريقة لعبه اللي كان بيلعب بيها نجح أن منتخب أسبانيا يفوز بكأس العالم، بعديها انتقل لبايرن ميونخ ثلاث سنوات مع على ما أتذكر ثلاث سنوات مع البايرن، قدر منتخب ألمانيا أن يفوز ببطولة كأس العالم، واللعب زي ما حضراتكم شفتوه كسبوا البرازيل 7. لما راح للدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أكتر لعيبة موجودة في أدوار قبل النهائي وتمن النهائي هي لعيبة مانشستر سيتي، أعتقد سبع لعيبة، ده النادي رقم واحد اللي بيحتل لعيبة موجودة في الدور قبل النهائي.
كمان بنتكلم على توتنهام، بنتكلم على مانشستر يونايتد، فبالتالي البريمير ليج بدأت القوة اللي موجودة تبان عليه في اللعيبة اللي موجودة مع منتخباتها. كنا دايما عندنا مقولة تقول إن الدوري، البلد اللي عندها دوري جامد منتخبها بيكون ضعيف، والسبب بسيط جدا، لاعتماد الأندية اللي موجودة في الدوريات على لعيبة مش نفس الجنسية. يعني إنجلترا هنلاقي إن معظم اللعيبة اللي كانت قبل كده المميزين كلهم أجانب. الفترة دي الموضوع بدأ يقل، بدأ الاعتماد أكتر على اللعيبة الإنجليز، وبالتالي منتخب إنجلترا رجع تاني. كمان الأندية اللي طلعت زي ليستر سيتي، يعني ماجواير اللي بيلعب في قلب الدفاع ده بيلعب في ليستر سيتي. بنتكلم في ايفرتون، بيكفورد، بنتكلم في لعيبة مان سيتي اللي ما عندهمش نجم واحد في فريق عنده مجموعة جماعية بيعتمد عليها فيها إنجليز كتير جدا. وبالتالي شفنا المنتخب الإنجليزي قوي. منتخب كرواتيا حدث ولا حرج، بنتكلم على مودريتش وراكيتيتش، مانزوكيتش، كوفازيتش، بريزيتش، بنتكلم على نجوم كتيره جدا في منتخب كرواتيا. وسوباسيتش حارس المرمى من افضل حراس المرمى اللي موجودين في البطوله، عنده ثبات انفعالي جبار. منتخب كرواتيا صعد مرتين بضربات الجزاء، اكيد يعني سوباسيتش كان واحد من الحراس اللي ليهم فضل في صعود منتخب كرواتيا. فهتبقى مواجهه اكيد قويه جدا، فيها لياقه بدنيه عاليه، فيها لعب كوره، هنشوف صرامه دفاعيه من المنتخب الانجليزي مع حذر للمنتخب الكرواتي، هنشوف لمسات فنيه من مودريتش اللي بيحاول يحقق ارقام قياسيه هنقولها لحضراتكم لما نخش على فقره الاخبار. عندنا راكيتيتش، كلام كتير جدا جدا عن كاس العالم، لكن اكيد طبعا خبر انتقال رونالدو اخد اهتمام الصحافه العالميه كلها، اخد اهتمام كل سوشيال ميديا، وبالتالي كان نفس الاهتمام اللي موجود ببطوله كاس العالم. كان في صفقات كتيره جدا حصلت الفتره اللي فاتت، لكن ما خدناش بالنا بسبب اهتمام الصحافه العالميه بكاس العالم. لكن رونالدو لما ينتقل من ريال مدريد بعد 9 سنوات من العطاء وتحطيم الارقام القياسيه وتحقيق بطولات، ينتقل الى اليوفنتوس بطل الدوري الايطالي، واحد من الانديه العريقه، مقابل 105 مليون يورو. لا، هنا الصحافه العالميه كلها بتتكلم وبدات ان الخبر ينتشر خلاص، وان رونالدو وقع مقابل 4 سنوات ب 120 مليون يورو، كل سنه ب 30 مليون يورو. وده رقم اللي رونالدو ما عرفش يوصل له مع مدريد، علشان كده رونالدو قرر الرحيل. مفيش شك ان رونالدو اضافه كبيره جدا 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 ليوفنتوس. وطبعا الهدف الرئيسي من تعاقد يوفنتوس مع رونالدو هو التتويج بدوري الأبطال اللي يوفنتوس فشل فيه مرتين، صعد فيهم نهائي في آخر 3 أو 4 سنوات، مرة أمام برشلونة، مرة أمام ريال مدريد، والاثنين خسرهم. وكان الأمام ريال مدريد كان رونالدو سبب في واحدة من ضياع البطولة أمام اليوفنتوس. هيكون معايا إن شاء الله في الفقرة الثانية ضيفي وضيف حضراتكم اللي هيشرفني في الاستوديو، الأستاذ عصام شلتوت، واحد من الصحفيين الكبار ومدير التحرير التنفيذي باليوم السابع. هنتكلم معاه على كأس العالم طبعا، نتكلم معاه ملف المدير الفني وآخر الأخبار اللي موجودة عن منتخب مصر و منتخب اسبانيا. تعاقد خلاص مع لويس انريكي بعد ايام من خروج المنتخب الاسباني، احنا لسه ما تمش التعاقد ولا حتى الكلام او فتح مفاوضات مع مدربين، ولو حتى موجود بيبقى الموضوع في السر، مش عارفين عنه اي حاجه. وكمان هنتكلم عنه عن رايه في مباراه اليوم ومباراه غدا والمباراه النهائيه، رايه ايه وشايف مين اقرب للتتويج ببطوله كاس العالم، وكلام كتير جدا مهم مع ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ الكبير عصام شلتوت. هنبدا مع حضراتكم باخر الاخبار الخاصه بكاس العالم واللي موجوده في الصحف العالميه وعلى السوشيال ميديا، ونبدا مع حضراتكم بخبر عن مباراه بكره، كرواتيا تتلقى ضربه موجعه قبل مواجهة إنجلترا. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة، سوباسيتش بيعاني من إصابة، لكن على ما أعتقد أنه هيشارك في مباراة بكرة. كانت إصابة، كان عنده إصابة، لكن الجهاز الفني حب أنه ياخد راحة سلبية، بعد كده نزل مع الفريق شوية
لكنه بكره اعتقد بنسبه كبيره تعدي 90% سوباسيتش هيكون موجود حارس مرمى المنتخب الكرواتي في مواجهه انجلترا. سوباسيتش وبيكفورد وكورتوا ولوريس الاربعه بينافسوا على افضل حارس في البطوله. دانيال سوباسيتش حارس كرواتيا بيتحدى الفيفا قدام حضراتكم. كان بعد المباراه الاخيره على التوالي سوباسيتش دي تيشيرت هو لابسها تحت تيشيرت المباراه او اللي بيقف بيها حارس مرمى، ودي عليها صوره زميله اللي توفى من اكثر من 10 سنين وهو دايما بيخلد ذكراه، لكن الفيفا حذره مره وفرض عليه غرامه 10,000 يورو، لكن الفيفا حذره مره ثانيه ولسه مش عارفين ايه الاجراء اللي هيحصل ضد سوباسيتش. لكن وجهه نظري احترام قرار الفيفا كلاعب كره قدم واجب عليه المنظومه الاكبر اللي بتنظم، وانت لاعب لازم تنفذ اللي يتقال لك من الاتحاد الدولي لكره القدم. اما جمهور انجلترا يراهن على صحوه ديلي علي وستيرلينج في المونديال. طبعا اثنين من نجوم المنتخب الانجليزي، اثنين صغار السن، نتكلم على ديلي علي 22 سنة أصغر لاعب موجود في المنتخب الإنجليزي. جمهور منتخب إنجلترا عنده أمل كبير جدا في الاثنين لعيبة دول إنهم يوصلوا بإنجلترا إلى المباراة النهائية. كمان أنا بزود عليهم هاري كين، بزود عليهم ماجواير، بزود عليهم ستونز، بزود عليهم ووكر، بزود عليهم هندرسون اللي مأدي دور رائع جدا جدا، وما أعتقدش إن في كتير حاسس بدور هندرسون مع المنتخب الإنجليزي كون ان المنتخب الانجليزي بيلعب 3-5-2، لكن دي على الورق، لكن هندرسون بيبقى ليه دور دفاعي كبير جدا كاليبرو نص الملعب وكمدافع مع الثلاثه اللي في خط الظهر. اما كرويف كرواتيا خبر يعني عايزين او ساوث جيت خبر اللي قدام حضراتكم، ساوث جيت لن يتنازل عن تشكيلته الاساسيه امام كرواتيا. ساوث جيت هيلعب بنفس التشكيل اللي موجود او اللي لعب بيه في مبارياته الاخيره، حصل تغيير مره واحده فقط لا غير بعد مباراه تونس وبنما، لعب مباراه بلجيكا بالفريق الثاني وبالتالي كان ليها بعد نظر في انه يصعد مركز ثاني ويروح للمجموعه السهله في مواجهات دور ال 16 والثمانية ودور قبل النهائي، يعني أخف شوية من المجموعة الثانية لكن ما فيش حاجة سهلة في كأس العالم. أما كرويف كرواتيا على بعد خطوتين من الانضمام للعظماء العشرة. كرويف كرواتيا هو لوكا مودريتش. العظماء العشرة دول اللي هم في سنة واحدة حققوا دوري الأبطال وبطولة كأس العالم. على سبيل المثال سامي خضيرة 2014 مع منتخب ألمانيا ومع ريال مدريد. روبرتو كارلوس 2002 مع ريال مدريد ومع منتخب البرازيل. بنتكلم على كاريمبو مع منتخب فرنسا 98. بنتكلم على جيرد مولر. بنتكلم على فرانس بيكنباور. بنتكلم على يعني لعيبة كتيرة جدا موجودة حققت، يعني أنا بنقي لحضراتكم أبرز الأسماء اللي ودننا دايما عارفاها وبتسمع عنها. وبالتالي مودريتش هنشوف، طبعا هو كرويف كرواتيا عشان هو صورة طبق الأصل من كرويف الأسطورة الهولندية ولاعب برشلونة اللي طبعا توفي من أعوام، وبالتالي يعني هنبقى نجيب لحضراتكم الشبه، هتلاقوه نسخة من كرويف. وطبعا بالمناسبة كرويف من أعظم اللعيبة اللي جم في تاريخ العالم. خبر اللي بعد كده طبعا وين روني الأسطورة الإنجليزية منتخب أنجلترا أثار ضجة حقيقية في المونديال. احنا عارفين ان روني انتقل الى نادي دي سي يونايتد الامريكي، منتقل ليه من نادي ايفرتون الانجليزي. وفابيو كابيلو المدير الفني الاسبق للمنتخب الانجليزي يرشح الانجليز بالفوز بالمونديال. هنشوف. طيب مدرب كرواتيا يحلم باستكمال اسطورته مع منتخب بلاده في المونديال. طبعا دالتش زلاتكو دالتش واحد من المديرين الفنيين الشباب، من المديرين الفنيين المجتهدين اللي بيحلم. هو دلوقتي وصل لجيل 98 صقر طبعا وما ادراك ما صقر، والجيل الذهبي لمنتخب كرواتيا اللي منتخب فرنسا طلعه في المباراه قبل النهائيه باعجوبه،
بمباراة ترام اللي نجح انه يحرز هدفين ويصعد فرنسا، لكن بالتش عنده فرصة كبيرة جدا انه يصعد للمباراة النهائية ويكون اول مدير فني في تاريخ كرواتيا يصعد للمباراة النهائية. وطبعا احنا عارفين مشوار رئيسة كرواتيا مع المنتخب ليها دور كبير جدا جدا، وطبعا بتديهم من روح ودفع معنوية كبيرة. فاردي وهندرسون جاهزين للمشاركة امام كرواتيا. فاردي طبعا فاردي مهاجم ليستر سيتي مش بيشارك بصفة أساسية، وهندرسون طبعا لاعب ليفربول واللي بيشارك بصفة أساسية طبعا، ومن الركائز الموجودة بقوة في المنتخب الإنجليزي هيبقى موجود في مباراة كرواتيا. والتركي أو الحكم التركي شاكير حكما لمباراة إنجلترا وكرواتيا. شاكير طبعا عارفينه كلنا في دوري الأبطال، عارفين بقى عنه كل حاجة، خلاص مش هتكلم كتير. شاكير دايما من الحكام اللي عليه علامات استفهام عموما، بتكلم في دوري الأبطال في اللقاءات اللي بنشوفها، لكنه هيحكم مباراة إنجلترا وكرواتيا في مونديال روسيا 2018. أما جيو فيرست منتخب إنجلترا قادر على الفوز بكأس العالم. جيو فيرست ده هو صاحب هاتريك نهائي مونديال 66. وبالتالي نتكلم على أحد الأساطير في اللعبة و المنتخب الإنجليزي، وكمان رأيه يعني مهم جدا ودفع كله بينتهز فرصة الإدلاء بالتصريحات علشان يشد من أذر منتخب بلاده سواء إنجلترا أو كرواتيا. والجماهير الأوكرانية تتضامن مع مساعد مدرب كرواتيا بعد الإقالة، يعني بنتكلم في لفتة طيبة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين إن جمهور الأوكراني بيتضامن، محدش اتضامن من جمهور كرواتيا مع مساعد المدرب، لكن جماهير اوكرانيا بما انهم جيران مع بعض فهم اللي تضامنوا مع المساعد بعد خبر اقالته. وفابيو كابيلو طبعا تاني بيرشح المنتخب الانجليزي للفوز بلقب كاس العالم. كابيلو بيتكلم في اكتر من جهه او اكتر من صحيفه علشان عنده خبرة قبل كده وهو مدير فني سابق للمنتخب الإنجليزي. وفيدا يخوض مباراة إنجلترا رغم أزمة الفيديو السياسي. زي ما حضراتكم شايفين فيدا لاعب المنتخب الكرواتي حصل له مشكلة بسبب فيديوهات الفيسبوك، والفيديوهات بقى مشكلة كبيرة جدا بتقابل لاعيبة كرة القدم أو أي شخصيات عامة أو أي شخص تحت النقد. فبالتالي ساعات كده الواحد ما بيكونش واخد باله، لكن يعني ساعة القدر بقى بيكون الواحد مش شايف قدامه، وبالتالي هيبقى موجود. لكن فيديو الأزمة اللي كانت موجودة مع فيدا هنشوف هل في قرار هيتاخد ولا لأ بعد مباراة بكرة هنشوف. وفينجر يوضح سبب تراجع مستوى أوزيل مع المونديال. صراحة فينجر مش محتاج، احنا عارفين ان أوزيل بيلعب في أرسنال فدي كفاية، يعني فدي احنا الجمهور الالماني بيشفع له اكيد طبعا. مستوى مسعود اوزيل مع الارسنال متذبذب، فبالتالي بينعكس عليه مع المنتخب الالماني. على سبيل المثال رونالدو مع ريال مدريد متالق واخد بطولات، فبالتالي هو اللي كان ظاهر بشكل كبير مع المنتخب البرتغالي وصنع واحرز 4 اهداف وتالق مع المنتخب البرتغالي برغم الخروج. أما لويس إنريكي مديرا فنيا للمنتخب الأسباني، قرار صائب جدا جدا من الاتحاد الأسباني يغفر له شوية، قرار إقالة المدير الفني قبل 48 ساعة من بداية المونديال. وخبر غريب جدا جدا، يعني لوي دراع بقى مسك عليهم زلة مش عارفين، لكن الاتحاد الارجنتيني يعلن استمرار سان باولي في قياده المنتخب، وكمان زود عليهم وقياده منتخب الشباب الارجنتيني. يعني الخراب هيبقى في الكبار وفي الصغيرين. يعني ليه سان باولي موجود في منتخب الارجنتين؟ الاتحاد الارجنتيني ما استغناش عنه لسببين. اولا متعاقد مع الاتحاد الارجنتيني لمده 5 سنين، وده أنا مش عارف مين اللي عمل العقد ده، يعني مين اللي عمل العقد ده. المفروض إن في عقود بيبقى ليها علاقة بمدة زمنية مرتبطة مع بطولات،
لكن 5 سنين زائد شرط جزائي كبير جدا. فعشان تمشي سان باولي هتدفع الشرط الجزائي، والاتحاد الارجنتيني مش عايز يعمل كده، وسان باولي مش هيلاقي فرصه احسن من كده ان هو لو عايز يمشي ادوني فلوسي، لو مش عايزين لو مش عايزين تمشوني انا قاعد معاكم مبسوط جدا ما عنديش اي مشكله. فبالتالي سان باولي هيبقى موجود مع المنتخب الارجنتيني، والله يكون في عون الجمهور، والله يكون في عون بقى ميسي واللعيبه اللي موجوده، حتى لو هو بياخد راي ميسي، هو في الاخر جاب ميسي الارض. بنتكلم على خبر فيكتوريا لوبريفا سفيره الفيفا تحث الجماهير الانجليزيه على القدوم الى روسيا. بصراحه جمهور انجلترا يعني مش محتاج بعد يعني الدعوه دي، اعتقد مش محتاج ان هو ما يجيش. وفي نفس الوقت انجلترا يعني الهوليجنز الانجليزي يعني موجود بشده وبشكل كبير جدا في روسيا، لكن هي اكيد عايزه المباراه تكون مليانه فيها جمهور من الفريقين. لكن يعني انا اعتقد ان هي كانت محتاجه كمان تعزم الجمهور الكرواتي، بما ان الانجليز اكبر واكتر من الكروات. احنا عارفين طبعا ان انجلترا يعني المملكه البريطانيه، مش بس انجلترا، انجلترا واسكتلندا وويلز، فجمهور من كل حته، لكن كرواتيا جمهور قليلين. طيب الخبر اللي بعديه، الفيفا تعلن 12 حكما متاحا للمباريات الاربع الاخيره بالمونديال. بصوا بقى على الجمال ان هم اختاروا 12 حكم متاحين ويتم التفضيل، يعني هم ظبطوا كل حاجه وجهزوا الحكام، وبالتالي بقى يعرفوا ان هم يسكنوا براحتهم، ويبقى في تنسيق مع الاداره التحكيميه والاربع مباريات اللي هتبقى موجوده، اللي هم الاربع مباريات اللي هم قبل النهائي وقبل النهائي وثالث ورابع والمباراه النهائيه. وروايات متضاربه حول سر غياب الرئيس الروسي بوتين عن المونديال. يعني الرئيس بوتين واحد من الشخصيات اللي عندهم كاريزما عاليه جدا، واحد من الرؤساء اللي عندهم شخصيه قويه جدا، وبالتالي غيابه او حضوره المباراه الاولى وغيابه عن باقي المباريات للمنتخب الروسي بالنسبه للصحافه الروسيه هي علامات استفهام. وجود الرئيس الروسي اكيد كان مهم جدا جدا في دعم المنتخب، لكن الله اعلم هل يعني الامر السياسي بيحتم عليه ان هو يشتغل اكتر ما يكون متواجد؟ ده اكيد امر الصحافه الروسيه هي اللي هتحسمه في الفتره اللي جايه. واللجنه المنظمه للمونديال تحتفل بالمتطوعين. اكتر ناس بتتعب في اي تنظيم بطوله اللي قدام حضراتكم دول، الشباب المتطوع في تنظيم المونديال بدون مقابل. ايه الشرف اللي بينالوه؟ شرف تنظيم البطوله تحت مسمى فيفا، هو ده الشرف اللي طبعا بيخشوا، يعني كل واحد بيبقى مكلف بحاجه، واحد سافر وشاف هم قد ايه بيتعبوا، سواء في مرافقه البعثه، في الفندق، في مقرات التدريبات، في الذهاب الى المباراه، في تنسيق مواعيد الاكل، في مواعيد الاتوبيسات، في بعد المباراه بقى والاجواء والطيرانات. فبالتالي اكيد طبعا لفه طيبه جدا من الفيفا، وده امر طبيعي جدا مش حاجه غريبه على الفيفا. اما السويسري اما راكيتيتش يقود كرواتيا الى المجد في روسيا. طبعا راكيتيتش الكرواتي عنده فرصه كبيره جدا انه يوصل للي ميسي ما عرفش يوصله، بما انهم بيلعبوا مع فريق واحد او بيلعبوا في فريق واحد، انه يوصل للمباراه النهائيه. راكيتيتش واحد من اللعيبه المهمه جدا للمنتخب الكرواتي وايضا في صفوف برشلونه. اما جماهير البرازيل غاضبه من اختفاء نيمار. نيمار دايما عليه علامات استفهام، عليه جدل واسع، وفي نفس الوقت بقى تريقه على نيمار وسخريه مش عايز اقول لحضراتكم في الفتره الاخيره بعد موضوع الوقعات المتكرره ده، يعني موضوع صعب جدا. فالله يكون في عون نيمار من الانتقاد، لكن اعتقد ان هو مش هيقضي اجازه في البرازيل، اعتقد ان هو هيرجع تاني فرنسا، او على الاقل هيروح مكان يبعد فيه عن الناس وعن الانتقادات اللي لازمته في الفتره الاخيره. اما صفقه رونالدو تستحوذ على الاهتمام الاعلامي في روسيا. رونالدو
يعني اسم كبير جدا جدا مهما كان عندك قبل نهائي مباراة نهائي. الفيفا كلها موجودة عندها اجتماع، أساطير العالم موجودين، يبقى رونالدو هو رونالدو. خبر انتقاله ليوفنتوس مقابل 105 مليون يورو في 4 سنين، تعاقد مقابل ليه هو 120 مليون يورو كل سنة، 30 مليون يورو. هو حديث الساعة في الصحافة الروسية والصحافة العالمية. وخبر طبعا ان زي ما حضراتكم شايفين راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية سعيد بأداء منتخب روسيا في كأس العالم. خلصنا كده مع حضراتكم آخر الأخبار. مش هننسى نفكر حضراتكم أو ما تنسوش ان بكرة ان شاء الله مباراة مهمة جدا الساعة 8 بتوقيت القاهرة، مباراة انجلترا وكرواتيا. مباراة يعني بنتكلم على متكافئة في جميع الجهات، متكافئة من مدير فني أمام مدير فني، اثنين شباب، اثنين عندهم طموح، اثنين واحد من 98 ما وصلش لدور قبل النهائي، واحد من سنة 90 ما وصلش قبل النهائي، لعيبة شباب، لعيبة في كرواتيا شباب، لعيبة عندهم طموح مع منتخب بلدهم، عايزين يحققوا بطولة دولية. الفرصة للمنتخبين أعتقد للمنتخب الكرواتي الفرصة مش هتيجي تاني، 4 سنين معدل الأعمار هيبقى عالي عند المنتخب الكرواتي. منتخب إنجلترا ممكن نقول عندهم فرصة تانية، لكن منتخب إنجلترا مش عايز يصبر للفترة اللي جاية، مش عارف يصبر أو مش عايز يصبر للبطولة، عايز يحسم من البطولة الحالية. الجيل الحالي دلوقتي موجود، الله أعلم مين ممكن يبقى موجود في الفترة اللي جاية، هل اللعيبة أو الجيل القادم لإنجلترا على نفس الكفاءة والمستوى من الجيل الحالي؟ هل ظروف المنتخب أو هل ظروف الدوري الإنجليزي هتخدم الجيل القادم زي الجيل الحالي؟ خدمتهم في إيه؟ أن الدوري الإنجليزي دلوقتي بقى يتم الاعتماد عليه من قبل لعيبة إنجليز كتير، قبل كده ما كناش بنشوف. أي نعم طبعا طبعا هنلاقي جيل جيرارد ولامبرد وروني، كل دول موجودين في أندية، لكن هنربط ربط صغير ما بين ان دول حققوا بطولات مع انديتهم وكانوا بيلعبوا دايما في انديه القمه، لكن دول مفيش غير مان سيتي، يعني اقوى نادي او اقوى لعيبه بتلعب هي مانشستر سيتي، لكن هنبص هنلاقي ليستر سيتي، ايفرتون، مفيش نجاح، ما حققوش حاجه، لو حققوا بتبقى لقب كل فين وفين. بنتكلم على يعني انديه كلها، ليفربول، هندرسون، لكن باقي اللعيبه كلها اللي موجوده كلها مفيش غير مان سيتي هو اللي حقق بطولة الدوري والكاس، وبالتالي على 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 الناحية الدولية ما حققوش أي نجاحات مع المنتخب ولا على الصعيد الدولي. كمان الألقاب عندنا أربع ألقاب مش عارفين مين اللي مرشح، الموضوع محير. أفضل حارس مرمى، يعني بنتكلم على 4 منتخبات عندهم حراس مرمى على أعلى مستوى، مش عارفين مين هيفوز باللقب، موضوع محير. هل بيكفورد؟ هل سوباسيتش؟ هل لوريس؟ هل كورتوا؟ افضل لاعب في البطوله، هل مودريتش؟ هل امبابي؟ هل كيفن دي بروين؟ هل لوكا مودريتش؟ راكيتيتش؟ ديلي الي؟ هاري كين هداف البطوله، هل هاري كين هينجح انه يجيب هدف ويوصل ل7 اهداف ومن الصعب ان اي حد يوصل له، ولا هيكتفي بكده والظروف تخدمه ان محدش هيسجل ويحقق فعلا لقب هداف البطوله؟ اللاعب النظيف مين يحصل على لقب اللاعب النظيف في البطوله؟ فارقام كتيره جدا واحصائيات ومنافسات، وبالتالي هنشوف بعد مباراه بكره اولا، وبعد كده هنقدر نحدد مع حضراتكم باقي الجوائز. هنعرض او هنستعرض مع حضراتكم الجرافيك الخاص و بالمباريات والإحصائيات اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشة. أمام حضراتكم دي لقاءات اليوم، فرنسا وبلجيكا اللي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بفوز 1-0 عن طريق سامويل أنتيتي لاعب برشلونة. مباراة طيب أرقام مباراة فرنسا وبلجيكا،
سريعا عدد الاهداف 1-0 لفرنسا، محاولات 19 محاوله لفرنسا مقابل 9، الركلات الركنيه 4 لفرنسا 5 لبلجيكا، حالات تسلل المتعادلين 1-1، نسبه امتلاك الكره 60 بلجيكا 60% لبلجيكا و 40% لفرنسا، دقه التمرير 86% لفرنسا و 90% للمنتخب البلجيكي، والاخطاء المرتكبه 6 على فرنسا و 16 على المنتخب البلجيكي، واستعاده الكرات 44 كره لفرنسا مقابل 33 لبلجيكا. كنا مع يعني استعرضنا مع حضراتكم اهم الاحصائيات اللي كانت موجوده في مباريات اليوم، وبالتالي لسه اكيد مكملين مع حضراتكم. عندنا تقارير كتيره جدا، عندنا فقرات كتيره جدا، هنتابع معاكم موضوع الاولاد اللي في تايلاند اللي كانوا محبوسين واللي كنا استعرضناه مع حضراتكم يوم الاحد بخروج 6 اطفال. النهارده ان شاء الله في حكاوى المونديال هنكمل لحضراتكم باقي القصه، لكن قبل ما نكمل معاكم هنروح لتقرير صوتي عن سيطره الدوري الانجليزي على ربع نهائي المونديال، ونرجع نكمل مع حضراتكم. لا زالت تتواجد 3 مباريات فقط على نهاية مونديال روسيا، فبعد مواجهة اليوم بين فرنسا أمام نظيره البلجيكي في الدور النصف نهائي، ستواجه إنجلترا بالدوري ذاته المنتخب الكرواتي، ثم مباراة الثالث والرابع والنهائي الأحد. على الرغم من تقلص عدد المنتخبات 32 المشاركة في المونديال إلى 4 فرق فقط تتنافس على اللقب، إلا أن هناك بعض الدول ما زالت رائحتها تفوح بالمونديال، ذلك عبر مشاركة لاعبين من دورياتها مع هذه المنتخبات أو وجود لاعبين تعود أصولها لهذه الدول. الدوري الإنجليزي يشارك حتى الآن ب40 لاعبا في كأس العالم، يلعب معظمهم مع منتخب الأسود الثلاثة كأكثر دوري متواجد به لاعبين في المونديال، فيما يأتي الدوري الإسباني في المركز الثاني ب12 لاعبا على الرغم من توديع لاروخا للبطولة من دور 16 أمام روسيا. فرنسا أحد أهم المرشحين حاليا باللقب، يشارك من دوريها 11 لاعبا في البطولة، فيما تشارك ألمانيا التي ودعت المونديال من الدور الأول ب9 لاعبين من البوندسليغا، بينما يتواجد الدوري الإيطالي في تلك القائمة حيث يشارك ب8 لاعبين. أما عن القارة الإفريقية التي ودع ممثلوها 5 المونديال من الدور الأول، ما زال يتواجد 22 لاعبا في الدور النصف النهائي حيث تعود أصولهم للقارة السمراء. يمتلك المنتخب البلجيكي 7 لاعبين ذو أصول إفريقية، وهم فينسنت كومباني وديريك وياتا وروميلو لوكاكو وميشي بيتشواي، جميعهم من الكونغو، فيما تعود أصول مروان فيلايني وناصر الشاذلي لدولة المغرب، بينما يعد اللاعب موسى ديمبلي من أصول مالية. المنتخب الإنجليزي أيضا يضم لاعبا واحدا من أصول إفريقية وهو داني ويلبيك الذي تعود أصوله إلى دولة غانا، حيث لا يوجد أي منتخب من الدول الأربعة المستمرة في المونديال يخلو من لاعبين أفارقة سوى منتخب كرواتيا. أما منتخب الفرنسي فيضم 14 لاعبا من إفريقيا وهو العدد الأكبر من جميع الفرق بالمونديال، وهم كيمبيبي وستيف مانداندا وستيفن نوزونزي، جميعهم من الكونغو، عثمان ديمبلي ونوغولو كانتي وسيدي بي، جميعهم من مالي، صامويل أوميتيتي، كيليان مبابي من الكاميرون، كورنتين توليسو من توغو، بنجامين ميندي من السنغال، بول بوغبا من غينيا، نبيل فقير من الجزائر، عادل رامي من المغرب، بلايس ماتويدي من أنغولا. الجدير بالذكر أن نادي توتنهام الإنجليزي هو الأكثر مشاركة بلاعبين في المونديال، حيث يبلغ عدد لاعبيه 9 لاعبين، فيما يشارك ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي ب7 لاعبين، بينما يشارك برشلونة وأتلتيكو مدريد ب4 لاعبين متفوقين على ريال مدريد الذي يشارك ب3 لاعبين. اهلا بحضراتكم من جديد، وتابعنا معاكم هيمنه وسيطره الدوري الانجليزي على ربع نهائي المونديال وكمان نصف نهائي المونديال. لسه بكره كمان في مباراه انجلترا فيها دي الاكبر عدد من اللعيبه اللي بتشارك فيها الدوري الانجليزي، وزي ما قلت لحضراتكم
ان السبب يرجع الى الاعتماد بشكل يتعدى 70% على اللعيبه في الفرق، عكس اللي كان بيحصل قبل كده بنلاقي لعيبه اجانب كتير موجوده. كنا يوم الاحد اتكلمنا مع حضراتكم في حكاية المونديال على قصه الاطفال التايلانديين اللي كانوا موجودين في الكهف واتحبسوا من يوم 24/6 لحد من ساعات اليوم. يعني النهارده احنا بنتكلم في 10/7 اسبوعين. اللي حصل ان الولاد كان عندهم مباراه يوم 24، اطفال اعمار صغيره من 11 سنه لسن 16 سنه او من 10 ل 16، معاهم مدربهم عنده 25 سنه، وبالتالي كانوا بيعملوا رحله استكشافيه بعد المباراه في احد الكهوف الموجوده في تايلاند. حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي دي عمليه انقاذ الاطفال. ازاي الموضوع صعب جدا. اولا الكهف في مشكله بسبب ان هم لما دخلوا الكهف حصل امطار شديده جدا، دخلوا بطول 7 كيلو، حصل ان الامطار على حظهم يحصل سيول رهيبه، الامطار تدخل جوه الكهف وتغرق الكهف تماما، وبالتالي برضو ربنا يشاء انهم يكونوا موجودين على صخره عاليه تقدر ان هي تفصلهم عن الميه فيقدروا ان هم يتنفسوا على الاقل. طبعا قدام حضراتكم دي عمليه انقاذ الاطفال، الكهف زي ما حضراتكم شايفين صعب جدا، طوله 2.5 ميل علشان يخرجوا بالطفل من مكان وجودهم الى المكان اللي موجودين فيه بره اللي هو الانقاذ والاسعافات و طيب المسافه بتاخد قد ايه؟ تاخد حوالي ساعتين، ساعتين رايح وساعتين جاي. ليه؟ اولا زي ما حضراتكم شفتوا عمليه الانقاذ بتتم عن طريق غواصين بيكونوا شايلين اسطوانات تنفس على ظهرهم، فبالتالي لازم التحرك يكون حذر جدا 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 في التعامل مع الاسطوانه، فبيكون الموضوع على مهلهم جدا جدا جدا. اللي حصل حضراتكم ان تم انقاذ الاطفال 2 في 2 في 4 في المجموعه كلها، فالمدير الفني اخر واحد خرج هو كان المدير الفني، وده بسبب انه طبعا اكبر واحد موجود سنا وبالتالي هو اكتر واحد ممكن يستحمل وجوده في هذا المكان. اللي حصل حضراتكم ان هم لقوا صعوبه ان هم ينقذوا الاطفال بالاعتماد على نفسهم في الاستعانه باسطوانات تنفس. فاللي حصل ان هم فكروا في فكره يجيبوا صندوق، الصندوق ده متوصل بانبوبتين اكسجين من فوق ومن تحت علشان يدخل هواء للطفل اللي موجود جوه فيتم حمله بشكل محترف، وفي نفس الوقت يعرف ان هو يستحمل لمده ساعتين خارج فيهم ما يحصلوش اي ضيق في التنفس او يحصل له تشنجات او يبانك من المنظر اللي هيشوفه في الخروج. فبالتالي نجحوا النهارده الحمد لله ان كل الاطفال اللي كانوا محبوسين جوه الكهف، بصوا حضراتكم المنظر، المنظر بشع، المنظر بعد ما المطره، يعني سؤال اي حد بيسال هم ايه اللي دخلهم جوه؟ واشمعنى ينقوا كهف زي ده؟ يخشوا يستكشفوا فيه، وطبعا في بلاد اسيا زي تايلاند واندونيسيا وماليزيا المناظر الطبيعيه رائعه من جوه الكهوف، بيكون فيها شلالات وبيكون فيها حاجات كتيره جدا. قدام حضراتكم دي الصوره اللي احنا قدام فيه، قدام حضراتكم كان في شخص ده توفى، ده كان اول واحد يوصل او يوصل انبوبه اكسجين للولاد. وهو راجع طبعا الانبوبه اللي معاه خلصت وبالتالي توفي في الحال، وده كان احد الجنود الغواصه التايلانديين اللي طبعا اكيد يعني بطل من ابطال انقاذ الاطفال. وزي ما حضراتكم شايفين ده الاطفال المنظر او الصخره او التله اللي كانوا قاعدين عليها اللي هي انقذتهم من الغرق، لكن ربنا يشاء طبعا انه في وقت زي ده يحصل امطار، يحصل سيول. دخلوا الكهف ما كانش فيه امطار، دخلوا على رجليهم وكان الدخول سهل جدا، يعني ما فيش في اي مشكله، لكن لما يكون في ميه في حته ضيقه قوي زي اللي حضراتكم شفتوها. وكمان بقى الخبر اللي احنا رابطينه بالمونديال ان الفيفا
كانت مقررة أو قررت بالفعل أنفنتينو رئيس الاتحاد الدولي أنه قال أنا بعزم الأولاد دول على نهائي المونديال لو خرجوا قبل المباراة النهائية. لكن النهاردة بعد إنقاذ الأطفال بالكامل الأطباء قرروا عدم سفر الأولاد للمباراة النهائية، وده بسبب الأحداث اللي حصلت وأنهم محتاجين رعاية طبية وأن صحتهم مش هتقدر تستوعب السفر الطويل والراحة، لازم ياخدوا راحة بشكل معين. وبالتالي الحمد لله إن تم إنقاذهم على خير، وأكيد طبعا نقطة إيجابية مهمة جدا جدا ودرس بيعلمنا إن كرة القدم ليست مجرد لعبة بل هي يعني روح رياضية وتعاطف وتشجيع، حاجات كتيرة جدا جدا خاصة بخارج المستطيل الأخضر. كأس العالم كان سبب يعني دايما في تهديدات لعيبة كرة القدم بالقتل، كلنا نفتكر مونديال 94 وكولومبيا لما اللاعب أحرز في مرماه هدف وبالتالي تلقى تهديدات بالقتل ورجع زي ما حضراتكم تابعتم أكيد في العالمين أنه فعلا اتقتل. فيعني هنتكلم مع حضراتكم بتفصيل ومحضرين ليكم تقرير، لكن هنروح لفاصل سريع وأرجع نكمل مع حضراتكم في المونديال على قناة الأهلي، وبعديها نستقبل الأستاذ الكبير الأستاذ عصام شلتوت المدير التحرير التنفيذي باليوم السابع علشان نتكلم معاه عن آخر أخبار المونديال، ولكن بعد الفاصل.